المسائية من الميادين وفي عناوين ملفها الوحيد لليلة. اتفاق الأسير مروان البرغوثي مع ناصر القدوة على لائحة مشتركة لخوض الانتخابات يعيد خلط الأوراق داخل فتح. كيف سترد قيادة الحركة؟ دحلان يدعم لائحة ثالثة، فهل تواجه فتح مخاطر تشتت قوتها الانتخابية؟ رفض إجراء الانتخابات من دون القدس واحتمال تأجيلها بسبب الخلافات داخل فتح، فما هو موقف الفصائل؟ تطورات لافتة تشهدها الساحة السياسية الفلسطينية، محورها التحديات التي تواجهها حركة فتح بسبب الترشح إلى الانتخابات التشريعية. إعلان الاتفاق بين كتلة الأسير مروان البرغوثي وناصر القدوة على خوض الانتخابات في قائمة واحدة شكل تحديا جديا لتماسك الكتلة الناخبة لحركة فتح. ومع وجود لائحة ثالثة يدعمها محمد دحلان، باتت القوة الانتخابية لفتح مهددة بالانقسام، ما يؤثر على فرض حظوظها في الفوز الكبير بالانتخابات. وهنا تطرح الأسئلة حول موقف القيادة الرسمية لفتح من التطورات التي يمكن أن ترسم توازنات جديدة تؤدي لخلط الأوراق. فأي تأثير لذلك على وحدة فتح وبالتالي الوحدة الوطنية بشكل عام؟ هذه المستجدات دفعت البعض لعرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع الأحداث المتسارعة في فلسطين، ومنها وضع احتمال تأجيل الانتخابات. السبب الأول المعلن من قيادات في فتح لعدم إجراء الانتخابات كان الإصرار على مشاركة القدس فيها والتي تمنعها إسرائيل. لكن بعد ما حصل داخل فتح، بدا الحديث عن احتمال أن تكون الانقسامات داخل الحركة سببا للإطاحة بالانتخابات. فهل ستجري الانتخابات في موعدها؟ وما هي التوقعات لمستقبل التمثيل في المجلس التشريعي لحركة فتح؟ وما هي فرص كل طرف في الفوز؟ وفي الختام، ما هو موقف الفصائل المشاركة في الانتخابات من المستجدات الهامة التي تشهدها وتهدد إمكانية إجرائها؟ هذه العناوين نفصلها ونناقشها مع ضيوفنا في المسائية. نرحب من صوفيا بمدير مركز دراسات الشرق الأوسط في بلغاريا سيد محمد بوعاصي. مساء الخير أستاذ محمد. أيضا الترحيب موصول بالأستاذ عريب الرنتاو مدير مركز القدس للدراسات السياسية معنا من عمان. وكذلك مساء الخير ونرحب بك أستاذ سعيد عريقات الخبير في الشؤون السياسية معنا من واشنطن. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. ولكن قبل أن نبدأ النقاش في المسائية، نتوقف مع تقريرنا الأول. إذا تتواصل مفاجآت اللحظات الأخيرة في الانتخابات الفلسطينية. قرار فصل ناصر القدوة من فتح بعد تشكيله قائمة انتخابية، وقرار الأسير مروان البرغوثي تشكيل قائمة أخرى، ثم تحالفهما في قائمة واحدة قلب طاولة الرهانات كلها في وقت لا تزال إسرائيل تحتفظ بورقة الانتخابات في القدس سعيا للابتزاز السياسي والأمني. فهي لم توافق ولم تمنع وتنتظر اللحظة الأخيرة لتحدد مصيرها في الانتخابات. تقرير ناصر اللحى. بعد إعلان مرسوم الانتخابات الفلسطينية، تسابقت الكتل الانتخابية للتسجيل حتى بلغت نحو 27 كتلة، بينها حماس وفتح والجبهة الشعبية واليسار ورجال الأعمال وتيار دحلان والنشطاء المتحمسون. أول مفاجأة كانت بإعلان ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ترشحه بكتلة مستقلة، فسارعت فتح إلى إصدار كتاب فصله من الحركة. ولكن في الساعات الأخيرة فجر الأسير مروان البرغوثي أكبر المفاجآت حين أعلن تشكيل كتلة منفصلة عن فتح لخوض الانتخابات. وسرت شائعات تدعي فصله من حركة فتح، وهو ما ألهب الشارع، فسارعت فتح إلى نفي الشائعة. ثالث المفاجآت تمثل في اتحاد كتلة نصر القدوة مع كتلة مروان البرغوثي. مع إغلاق باب الترشح يغلق باب المفاجآت، ولا يبقى أمام الكتل المنافسة سوى الانسحاب أو خوض هذه التجربة. ولكن الاحتلال يحتفظ لنفسه بالورقة الأخطر، فإسرائيل لم تعلن حتى الآن رفضها أو موافقتها على إجراء الانتخابات في القدس، وتحتفظ بذلك كورقة أمنية تستخدمها وقت تشاء ضد الفلسطينيين. من غياهب السجن وعتمة الزنازين يخطف مروان البرغوثي الأضواء من جميع المرشحين،
ويعرف الجميع أنه سوف يرشح نفسه للرئاسة، ولو فاز سيصبح أول رئيس عربي، عرشه زنزانة وموكبه ثلة من السجانين. ناصر اللحام، بيت لحم، الميادين. أجدد الترحيب بكم ضيوفنا الكرام، وأبدأ معك من صوفيا. أستاذ محمد بوعاصي، البرغوثي بتاريخه النضالي والقدوة، الوجه الدبلوماسي المألوف بعلاقاته التي نسجها كمندوب فلسطين في الأمم المتحدة، هذا التحالف الذي شكل المفاجأة، ما تأثيراته على وحدة صفوف فتح، وأي خلط لأوراق فتح الانتخابية؟ يعني لا شك انه هذه القائمه الجديده اللي اعلنها مروان البرغوثي وبعدين بالتحالف مع ناصر القدوه، يعني ناصر القدوه ما كان انسان نخبوي، ما إلوش هالوزن يعني على الساحه الفلسطينيه في الداخل، خاصه فيما يتعلق بموضوع الانتخابات، ولكن بخوض الانتخابات مع قائمه مروان البرغوثي لا شك بانه هذا سيحدث حاله انقسام شديده وكبيره داخل حركه فتح. وللأسف الشديد يعني أنه بدل ما تكون هذه الانتخابات كما يراها البعض أنه هي مقدمة للوحدة الفلسطينية والإنهاء الانقسام، مثل ما عم نشوف أنه هذه الانتخابات عم بتعمق الانقسام وعم بتقود الشعب الفلسطيني نحو المجهول. طبعا هذه القوائم الثلاث، سواء كانت قائمة مروان البرغوثي ولا كانت قائمة أبو مازن ولا كانت قائمة محمد دحلان، لا شك أن هذه الثلاث قوائم لا تعبر ولا تلبي حتى عن الحد الأدنى من طموح شعبنا. الخلافات اللي بينهم هي خلافات سلطوية، خلافات على مراكز قيادة وعلى دور مروان البرغوثي بيحاول أنه من خلال هذا الموضوع يلاقي الطريقة للضغط على الاحتلال لإخراجه في المستقبل. ناصر القدوة بيحاول يبحث عن دور ضائع لإله، عايش خارج المعادلة حتى الآن، هلأ بيحاول أنه يرجع داخل المعادلة. طبعا ابو مازن والتيار اللي حواليه، التيار ايضا يعني من شعبنا الفلسطيني مش كثير مرغوب، وبعتقد انه يعني النتائج فيما يتعلق اللي ممكن تحققها قائمه ابو مازن ستكون قائمه مخزيه، وخاصه اذا كان فيها ناس مثل حسين الشيخ ومثل الباقيين اللي محسوبين على التيار الاسرائيلي اكثر ما هن محسوبين على التيار الفلسطيني. بطبيعه الحال يعني موضوع تأجيل الانتخابات، أو مثل ما يرى أنه موضوع تأجيل الانتخابات، أنا ما بعتقد أنه بده يتم تأجيل الانتخابات، بالعكس هذه الانتخابات سوف تستمر، والاحتلال له مصلحة ويمكن يلاقي له صيغة حتى للانتخابات في القدس، لأنه هذه الانتخابات مثل ما بيشوفها الاحتلال أيضا ومثل ما أنا كمان بشوفها هي مفيدة للاحتلال، لأنه بالتأكيد رح تزيد في أزمة الواقع الفلسطيني. اليوم 31 آذار يوم الأرض، كيف يا أستاذ محمد، ويقول لك وتقول لك قيادات فتح لن نجري هذه الانتخابات دون القدس، وحتى الآن لم يرد بالطلب إسرائيل قوات الاحتلال على ذلك؟ سيدتي، ستجري هذه الانتخابات بالقدس وبدون القدس، رح يلاقولهم صيغة يمشوها بالقدس وبدون القدس، مش هذه المشكلة، المشكلة مش هون، المشكلة انه اليوم 31 يوم الارض، المفروض انه شعبنا الفلسطيني يكون منتبه لهذا الموضوع، يكون في مظاهرات هذه الفصائل بدل ما تكون تسعى للوحدة وتسعى للتضامن، تسعى لايجاد برنامج وطني فلسطيني لمقاومة الاحتلال، لمقاومة الاستيطان. عم نلاحظ انه كلياتهم عم بيشتغلوا على ارضية كل واحد مين بده يتبوأ هذا المنصب وبين هذا المنصب. طب هاي الأسماء اللي موجودة من قائمة مروان البرغوثي لقائمة أبو مازن لقائمة الدحلان، يعني عم نلاحظ شو هذول حرروها، يعني سارين سيبة اللي هو ممثل الإمارات في القدس، وبالتأكيد اللي بزماناته وقف بشكل مباشر ضد قائمة الأقصى، هذا إنسان بده يقود انتخابات وبده يلاقي من شعبنا مين ينتخبه. للأسف حسين الشيخ يعني المنسق الأمني مع الاحتلال، ومعروف كيف كان يتمقطع بالناس ويتمقطع في البشر بتصاريح الفي اي بي وبتصاريح لغزة، هذول بدهم قائمة، هذه بدها تصير بنفس الكلام. يعني أنا مروان البرغوثي على عيني وراسي مناضل وإنسان قائد في السجن وإلى آخره، بس الناس اللي بقائمته كمان يعني مش محررينها ومش كانوا من هالشخصيات ومش هالشخصيات. يا أستاذ محمد، طب أعطيني خيار آخر، أعطيني خيار آخر، إذا قلت الثلاث لوائح لا تمثل الشعب الفلسطيني والقيادات الفتحوية أو الشعب والقواعد الانتخابية، هو إلغاء هذه الانتخابات كاملة نهائيا والعودة لطاولة الحوار الفلسطيني، الفلسطينيين يتفقوا على برنامج لمقاومة الاحتلال،
هذه الانتخابات هي كانت هروب الى الامام لانهم مش قادرين يتفقوا على اي برنامج. مش طيب. عارف انا كيف هاي الانتخابات بدها تعمل وحده فلسطينيه اذا كان الشعب الفلسطيني طول عمره من ال 65 وجاي من تاسيس نظام التحرير وجاي ماشي على ارضيه التوافق بين الفصائل بالمليحه بالعاطفه. وصلت وجهه نظرك وفهمنا قصدك. يمكن ايضا استاذ محمد بوعاصي اسمح لي ان افهم من استاذ عريب الرنتاوي، يقول سيد محمد بوعاصي لا اعتقد انه هذه الانتخابات ستؤجل ولكن نحن امام الدقائق وليس فقط الساعات الفاصله. ما هو تاثير خوض القدوه هذه النخبويه كما يقول او الشخص النخبوي الذي لا يتمتع بالقواعد الشعبيه او التاثير الشعبوي مع الأسير البرغوثي بمحطاته النضالية وكذلك التاريخية بالرافعة الشعبية الكبيرة واستقطاب شعبي كبير كما قال السيد محمد بوعاصي بقائمة واحدة، كيف ستنعكس على خيارات فتح في ظل الآن نتحدث عن ثلاث لوائح والأسير البرغوثي حتى الآن يؤكد السيد منير الجغوب بأنه لم يفصل من فتح كما حدث مع دحلان أو مع ناصر القدوة؟ سيدتي هذه الانتخابات استحقاق فلسطيني ابتداء، وهذه الانتخابات تشارك فيها كل الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة الجهاد الإسلامي، وهذه الانتخابات يشارك فيها اليسار بأربعة قوائم، وتشارك بها حماس وتشارك بها فتح ويشارك بها أكثر من حوالي 30 قائمة من المستقلين والرجال الأعمال وشخصيات وحركات شبابية وشعبية وغير ذلك. إذا يعني لما حدا يتحدث يعني عن الانتخابات بهذه الطريقة التي تسفه إرادة وطنية فلسطينية طويلة وعريضة وتضم كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني بشكل أو بآخر، قلنا وحدها الجهاد الإسلامي هي من يقاطع هذه الانتخابات، هذا أولا. ثانيا كان واضحا منذ البداية وأنا قلت ذلك وكتبت وصار نقاش طويل مع بعض الإخوة في رام الله وفي غزة وغيرها بأنه لا توجد قائمة واحدة يمكن أن تضم شتات فتح أو أن تلم شتات فتح. فتح الغاضبون والمتمردون والناقمون على قيادتها من داخلها كثر، وهيهات أن تتسع لهم قائمة واحدة. ولهذا كان تقديري الشخصي أنا واقتراحي الشخصي هو أن تدخل فتح الانتخابات بقائمتين على أن تلتقيا بعد الانتخابات في المجلس التشريعي. وبالمناسبة استطلاعات الرأي العام الفلسطيني التي تكررت خلال الأشهر الثلاثة الفائتة أظهرت بالأرقام بأن فتح بقائمتين ستحصل على عدد من المقاعد أكبر من عدد المقاعد التي يمكن أن تحصل عليها فتح بقائمة موحدة. طب شكل هاتين القائمتين أستاذ عريب، من يترأس هاتين القائمتين؟ كان بالذهن أساسا قائمة بزعامة البرغوثي تضم ناصر القدوة ومروحة واسعة من الناقمين والمتمردين والغاضبين والقائمة الرسمية لحركة فتح. فتح كانت مصرة على أن تدخل في قائمة موحدة، اتفقوا على معايير وتوصلوا إلى تفاهمات مع البرغوثي نقضتها القيادة الفلسطينية، وفتح اللجنة المركزية خرقت المعايير التي أقرتها في اجتماعاتها الأخيرة. يعني كان ممنوع على عضو اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمحافظين والوزراء والنواب السابقين أن يخوضوا غمار الانتخابات على قائمة فتح. الآن قائمة فتح أول خمس مقاعد فيها لخمس أعضاء من اللجنة المركزية، يتقدمهم نائب رئيس الحركة العلول محمود العلول وجبريل الرجوب وسلام. ولأننا نتحدث عن جبريل الرجوب قبل قليل قبل أن ندخل المسائية أحيل إلى التقاعد ترقيته إلى أيضا رتبة فريق تمهيدا لترأس القائمة الانتخابية الفتحوية. هو لا يترأس القائمة، من يترأس القائمة محمود العلول نائب رئيس حركة فتح، وكان باجتماع الأمس بالليل كان هناك خلاف على من يترأس القائمة، وطرح الدلال السلامي ربما كحل وسط، ولكن استقر الأمر على أن يرأس قائمة حركة فتح الرسمية السيد محمود العلول نائب رئيس الحركة. هذا أولا. في ظني أن الوضع ليس كارثيا بهذا المعنى، هو يعكس حالة تخبط وارتباك ويعكس ميل شديد للاستئثار والهيمنة من قبل نخبة ضيقة حلقة ضيقة من قيادات حركة فتح، يعني بالقرار الفتحاوي بشكل خاص. أمس عندما سرت إشاعة بأن مروان البرغوثي قد فصل ولحق بناصر القدوة خرجت يعني متظاهرات مسلحة
في طول الضفة الغربية وعرضها طوال الليل تقريبا، احتجاجا واعتراضا ورفضا وتنديدا واستنكارا، ما جعل فتح تحجم ربما عن التفكير بفصل البرغوثي، مع أن الرجل اقترف نفس الذنب الذي بموجبه فصل القدوة، يعني القدوة فصل لهذا السبب، فلماذا لا يفصل ولكن البرغوثي؟ ولكن حيثية نصر القدوة مثل الأسير البرغوثي بحركة فتح أستاذ علي؟ لا طبعا، لو هذا ما أريد أن أقوله، بأن البرغوثي يتمتع بقاعدة شعبية، وكل استطلاعات الرأي منذ فترة طويلة قبل الانتخابات بزمن كانت تشير إلى أن البرغوثي يستطيع أن يفوز بأي انتخابات رئاسية أيا كان المرشح على الضفة الأخرى، سواء كان أبو مازن أو أي قيادي من فتح أو كان هنية أو أي قيادي من حماس. لذلك البرغوثي له قاعدة شعبية، والتقاء البرغوثي مع يعني القدوة ربما تكون هذه سفينة إنقاذ للقدوة. القدوة صحيح نخبوي، والمنتدى الذي أسسه أو الملتقى الديمقراطي الوطني هو أيضا مجموعة نخبوية، لكن الآن بالتوحد مع تيار البرغوثي أعتقد أن هذه الكتلة ربما تحصل على أكثر من ربع مقاعد المجلس الوطني التشريعي الفلسطيني، وربما تأتي بعدد من المقاعد، يعني إن جرت الانتخابات يفوق عدد المقاعد التي تحصل عليها حركة فتح الرسمية، وربما يكون هناك فرصة للقاء بين القائمتين بعد الانتخابات. في ظني لم يغلق الباب تماما حتى هذه اللحظة. نحن لسنا أمام انشقاق 83 في حركة فتح، نحن والطرفان يتفاديان استخدام تعبير الانشقاق، والطرفان يؤكدان انتمائهما لحركة فتح. أعتقد أننا الباب لم يغلق أمام إعادة ترميم الصورة. دحلان موضوع آخر وسياق آخر. صحيح. الباب لم يغلق، نتحدث بالساعتين الفاصلتين أم نتحدث ما بعد نتائج الانتخابات؟ ما بعد سيدتي، ما بعد الانتخابات. أستاذ عريب، أيضا في نقطة لم تجبني عنها، هذه الانتخابات ستجرى حتى ولو كان هنالك ثلاث قوائم الآن تدور برحاب حركة فتح والقواعد الشعبية للحركة؟ هذا السؤال الجوهري. أنا في ظني أن الكرة الآن في ملعب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومن يعرف الرئيس عباس يعني يستطيع أن يرجح سيناريو تأجيل الانتخابات أو إلغائها. وبالمناسبة هناك رجلا أعمال فلسطينيين الآن في واشنطن ربما موفدين بشكل غير رسمي من الرئاسة الفلسطينية، يستطلعان رأي الإدارة الأمريكية في مسألة تأجيل الانتخابات، يجسان النبض في هذا المجال، ويحاولان معرفة هل ستتدخل الإدارة الأمريكية لدى الاتحاد الأوروبي لعدم الضغط أو مواصلة الضغط لإجراء الانتخابات أم لا. واشنطن ليست مكترثة كثيرا بموضوع الانتخابات، وهي أميل لسيناريو تأجيلها بالمناسبة، وأقرب للموقف المصري والأردني، إذ أنها تريد انتخابات بلا مفاجآت. من يدفع باتجاه الانتخابات هو الاتحاد الأوروبي، هذا أساسا. ومهمة الوفد رجال الأعمال في واشنطن هو استطلاع رأي واشنطن على هذا الصعيد واستمزاجها في مسألة التأجيل. صحيح أن القدس معركة الفلسطينيين جميعا، ولا انتخابات بدون القدس، وهذا قرار الأمناء العامين والفصائل والإجماع الوطني. صحيح. لكن إسرائيل دائما في الانتخابات السابقة كانت تعطي الموقف في ربع الساعة الأخير. لماذا نفترض من الآن وقبل شهرين من الانتخابات بأنها ترفض؟ فلنجعل من القدس معركة وطنية موحدة في غمار وفي سياق الانتخابات. لكن أخشى ما أخشى سيدتي هو أن يتخذ من القدس أو من كورونا ذريعة لتأجيل الانتخابات، لأن الرئيس عباس قد يظهر في هذه الانتخابات ضعيفا، وحتى بعد الانتخابات وإن افترضنا عودة المياه إلى مجريها بين قوائم فتح المختلفة. وبالمناسبة ليست ثلاث قوائم، هناك عشرات الكوادر الفتحاوية المبثوثين في القوائم الانتخابية الأخرى كذلك. صحيح، يعني ولكن هذه الأكثر استقطاباً بالقيادات البارزة أو الأبرز والأكثر. لكن إذا شعر الرئيس عباس بأنه لم يعد يمسك بزمام الأمور، وأن السحر انقلب على الساحر، وأن قبضته وقبضة من حوله على كوادر فتح وقياداتها لم تعد بذاك الإحكام كما كانت عليه من قبل، فليس مستبعداً أبداً وتحت أي حجة وذريعة أن يؤجل الانتخابات، وسيلقى دعما عربيا في هذا، لأن شرط قبول العرب بهذه الانتخابات
هو أن تكون بلا مفاجآت. سأعود إليك حماس. أستاذ عريب، بالنسبة للضغوط الخارجية، الضغوط الدولية المحيطة، من يريد هذه الانتخابات ومن لا يريدها، وكيفية التأثير على قرار السلطة الفلسطينية؟ ولكن أريد أن أستمزج أيضا رأي أستاذ سعيد عريقات في نقطة مهمة ذكرها أيضا الأستاذ عريب، لأنه بتنا أمام وجهتي نظر. يعني الأستاذ محمد أبو عاصي يرفض هذا الوضع القائم بتفاصيله بشكلها الآن بالقوائم الحالية، وحتى يرجع عدم إجراء هذه الانتخابات تحت حجج كثيرة. ولكن ما ذكره الأستاذ عريب عن أنه في رجال أو رجلي أعمال فلسطينيين موفدان من الرئاسة الفلسطينية لجس النبض بالبيت الأبيض، ما تأثير ذلك على قرار الرئيس أبو مازن؟ وأيضا ما تأثير هذا التحالف بين القدوة والبرغوثي على قرارات وخيارات فتح؟ شكرا لك وضيوفك. أولا أنا ربما سمعت بنفس المعلومة عن وجود رجال أعمال هنا في هذه العاصمة دون أن أتأكد حقيقة بشكل مستقل عن وجودهما. مسألة الموقف الأمريكي في تقديري، إذا كانوا هؤلاء موجودين في العاصمة حتى يستطلعوا رأي ووجهة نظر إدارة بايدن، أقول لك أنني أنا أسأل هذا السؤال مباشرة إلى وزارة الخارجية باستمرار، هو جيو، عن ما هو حقيقة الموقف الأمريكي. والموقف الأمريكي واضح تماما، المطلوب إذا كتب لهذه الانتخابات أن تمضي كما هي عليها وأن تسير كما هي عليها، يجب عليها أن تقر كل الفصائل، كل من يشترك في هذه الانتخابات، ليس فقط الفصيلة، كل من يشترك في هذه الانتخابات عليهم أن يقروا بالاعتراف بإسرائيل، نبذ العنف، الاعتراف بكافة اتفاقات أرض بما فيها الاتفاقات الأمنية. هذا الشرط الأمريكي، وهذا أيضا هو الشرط الإسرائيلي. فإذا هذا هو الموقف الأمريكي. ما لاحظناه أنه منذ البداية، منذ أن أعلن الرئيس الفلسطيني، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن الانتخابات، هذا هو الموقف الأمريكي. لم يكن هناك حماسا، فهم يخشون أن تفوز حماس على سبيل المثال، ويقولون انظر قبل 15 عاما فازت حماس وفازت بشكل واضح، وجرى ما جرى وحدث ما حدث وشلت العملية السياسية الفلسطينية، هم يضعون اللوم في ذلك على فوز حماس. فإذن كل هذه القضايا في تقديري هي قضايا تنظر إليها الإدارة الأمريكية وينظر إليها الغرب من باب هل بإمكان كافة الفصائل تحت شعار الانتخابات وتحت شعار الذهاب للانتخابات والمشاركة بالعملية الديمقراطية في نهاية المطاف يقبلون بالوجود الإسرائيلي، يقبلون بالاحتلال الإسرائيلي، يقبلون بالاتفاقات التطبيعية مع إسرائيل أو التطبيقات الأمنية. هذه النقطة التي تشغلهم، وبعد ذلك تصبح الأمور بالنسبة لهذه الإدارة هينة وممكن البت فيها. إن لم يحدث ذلك في تقديري لن توافق ولن تدعم إدارة بايدن هذه الانتخابات. ربما كيف ستبقى خارج هذه اللعبة وماذا سيكون أثرها ستخرج في الأيام القليلة المقبلة أو في الأسابيع القليلة المقبلة موقف أكثر وضوحا من قبل الإدارة. بالنسبة لفتح حقيقة والقوائم، إن سمحتي لي، القوائم التي تخوض هذه الانتخابات، فتح خسرت هذه الانتخابات، ردا على نقطة التي راحتيها، خسرتها قبل 15 عاما، لأنه حقيقة نعم هناك مجموعات داخل فتح أو هناك تيارات داخل فتح تحظى بشعبية وتحظى نتيجة تراث النضالي مثل مروان برغوثي الموجود في السجن، أمضى معظم حياته في سجون في الاعتقال عند الاحتلال الإسرائيلي، ولكن في المقابل هناك ترهل كما ذكر البعض، التيار البيروقراطي إن شئت مثل ناصر القدوة وغيره ليس لهم حقيقة احتكاك، وهذا ما أعلمه من سواء من صحيفتي أو من خلال اتصالاتي اليومية، ليس هناك احتكاك على مستوى المواطن الفلسطيني الذي يعاني من الكثير من الأمور. أيضا كيف ستحل مسألة القدس؟ ليست مسألة هينة، ليست مسألة هينة، لأنه إذا كانت إسرائيل تقول أن هذه القدس إسرائيلية
وهذه عاصمة إسرائيل للأبد، والناس موجودين فيهم تحت الإمرة الإسرائيلية، فكيف سيتعاملون مع هذا الواقع؟ ليس هناك إجابات فلسطينية حتى هذه اللحظة يتحدثون عنها من باب الشعار. النقطة الأخيرة التي أريد أن أقولها قبل النقطة الأخيرة أستاذ سعيد، تسمح لي فقط، ما هي الحظوظ الشعبية لهذه القائمة؟ نحن نتحدث يمكن عن الرافعة الشعبية الأساسية، القواعد التي يستقطبها الأسير البرغوثي بهذه الانتخابات إذا ما جرت، ما الذي يمكن أن تحققه؟ توافق الأستاذ عريب يمكن أن تحصد مقاعد أكثر من القائمة الرئيسية التي تدعمها فتح برئاسة أو يعني الرئيس محمود عباس، أو كما قال قبل قليل يعني نائب محمود العلول هو من سيترأس هذه القائمة وفق معطيات الأستاذ عريب الرنتاوي؟ بكل تأكيد شخصية مناضلة زي البرغوثي يعطي زخما لفتح ويعطيها الكم الذي تحدثتينا عنه. لكن كما ذكر عريب، أعتقد أنه النظرة إلى القائمة خمسة من لنادين، خمسة من أصل مجموعة قليلة جدا هم من اللجنة المركزية لحركة فتح، لأن هكذا تتعامل فتح تاريخيا، هكذا تعاملت، هي شخصيات وليست ربما منهج سياسي أو فكر سياسي أو أيديولوجية سياسية إن شئت. نعم هناك حالات نضالية كثيرة داخل حركة فتح تاريخيا، سواء في الشتات أو في الساحة اللبنانية عبر أيام سنوات المقاومة وغيره، أو الآن هناك تراث يسلط فيه الضوء على الشخصيات مثل برغوثي وغيرهم، هذا ما يعطيهم زخم. أما بالنسبة للانقسام، أنا في تقديري أن هذه الانتخابات لن تحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية، لن تحققها، سيبقى هذا الانقسام، وهذا يجب أن يكون الأولوية الأولى عند الفلسطينيين. أعود إليك أستاذ محمد أبو عاصي، ويمكن ختم الأستاذ سعيد عريقات بما كنت بدأت به، بأنها لم تأتي المقدمة أو المدخل الصحيح هذه الانتخابات لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ولكن اسمح لي بخيارات الأسير البرغوثي أو البرغوثي، هل هذا يعكس الرغبة الحقيقية فعلا بخوض غمار الانتخابات الرئاسية؟ لأنه بالإجراءات الدستورية يحتاج إلى قائمة فائزة ترشحه للانتخابات الرئاسية، وبالطبيعي فتح بترشيح الرئيس محمود عباس لن تفعل ذلك، وحماس كذلك. هل من هذا المنطلق يؤكد أنه سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية؟ وما مصير فيما بعد المشهد السياسي إذا ما حصلت هذه الانتخابات؟ في احتمال يقال تشكيل حكومة من مختلف الفصائل، هل هذا مقبول من فصائل الفلسطينية الأخرى؟ يعني ما هو مطروح الآن بين فتح وحماس أنه بعد انتخابات المجلس التشريعي سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل معظم الفصائل أو الكثير من الفصائل المشاركة أو التي نجحت في المجلس التشريعي. بالنسبة لمروان البرغوثي، مروان البرغوثي لا شك أنه الرجل يعني من حقه أو بشكل أو بآخر أنه يسعى إلى يكون له نفوذ، يعني نفوذه داخل حركة فتح ليس بسيط، وعملية تجاهله لم تكن صحيحة أو عملية التقليل من حجمه. حركة فتح للأسف الشديد يعني مش بس فقط مروان يعني هو المختلف وناصر القدوة، حتى محمود العلول وجبريل الرجوب الخلافات اللي بينهم كبيرة جدا داخل حركة فتح، ولمعلوماتك يعني مش صدفة أنه اختلفوا على مين يرأس القائمة، لا هي حركة فتح منقسمة أيضا داخليا، يعني عدا عن التيارات الأخرى اللي تم الحديث عنها، أيضا بين في هناك تيار جبريل الرجوب وفي هناك تيار محمود العلول الذين مش على توافق. طبعا بالتأكيد يعني اسم محمود العلول داخل حركة فتح على الأقل الرجل محسوب من الأسماء يعني اللي تعتبر يعني خلينا نقول عنها نظيفة داخل حركة فتح. مش هون المشكلة ليست بشخص رجوب ولا شخص مروان البرغوثي ولا شخص محمود العلول أو غيره، المشكلة في الواقع الفلسطيني والآلية التشكيل الواقع الفلسطيني الموجود. يعني حركة فتح موجود فيها تيار يعني محسوب تماما على الإسرائيليين، وهذه كل مواطن عندنا بيعرفه. أيضا الموجودين عند مروان البرغوثي يعني كثير منهم انتهازيين، وكثير منهم يعني عم ينفسوا زعلانين من العباس بروا عند مروان، أو زعلان من مروان بروا عند زعلان من مروان وعباس بروا عند
الدحلان. يعني هذا الأسلوب التفكير، ما فيش هناك انقسام على برنامج سياسي وطني، يعني ناس مع المقاومة، وناس ضد المقاومة، ناس مع أوسلو، ناس ضد أوسلو، ناس على شكل المفاوضات، القدس مش القدس، مش الخيارات أو العناوين السياسية الأساسية. طيب سيد محمد بوعاصي، بظل هذا الوضع، يعني في وحدة الفتح مهددة بهذا الواقع مع تشتت هذه القوائم، وإذا لم تجرأ الانتخابات وذهبنا إلى هذا الخيار، ماذا عن وحدة الصف الفلسطيني؟ انعكاسات هذه الانقسامات والتشعبات والتشتتات داخل فتح على المشهد الفلسطيني بأكمله. سيدتي، مثل ما كررت وبعيد، بالنسبة لهذه الانتخابات ليست يعني بمعنى احنا لو كنا عايشين في دولة مستقلة ودولة حرة ودولة عم تعمل انتخابات في مش في ظل الاحتلال ومش في ظل شروطه ومش في ظل شروط الاتحاد الاوروبي وامريكا والى اخره، ممكن اتحدث عن هذا، عن هذه الانتخابات انها استحقاق فلسطيني وطني. ولكن ما يحدث الان ليس كذلك. يعني لما بيجي بيجتمع مبعوث الاتحاد الاوروبي، بيجتمع مع فدوى البرغوثي عن قائمه مروان، بيجتمع مع سارن سيبع عن قائمه الدحلان، وبيجتمع مع ناصر القدوي. لك يا اخي شو جاي تجتمع لي معهم؟ او اول على اخر شو دخل الاتحاد الاوروبي يدخل بتفاصيل العمليه الانتخابيه؟ يعني في هناك مفارقات بتخلينا نقول انه هذه الانتخابات بكل الاحوال هي لا تحدث فقط باراده فلسطينيه، وليست فقط استحقاق وطني فلسطيني، بقدر ما هي انتخابات هروب الى الامام نتيجه عدم إمكانية التوصل لاتفاق بين الفصائل على برنامج حد أدنى وعلى إعادة صياغة الواقع الفلسطيني بما يدعم مواجهة الاحتلال. ما استطاعوش أنهم يتوصلوا، قال لك لا تعال نروح للانتخابات. طيب انتخابات عملتها، بدك تعمل حكومة وحدة وطنية، طبعا في اتفاق على عمل حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات المجلس التشريعي. طب هاي الانتخابات، هاي الحكومة اللي بدها تشارك فيها حماس لن تكون بأغلبية، وبكرة أخذت هذه الحكومة قرار بالسيطرة، بأنه اللي بيحكي فيه أبو مازن دائما أنه في ظل تطور معين للعملية السياسية الفلسطينية ممكن يطرحوا والله السلاح في غزة يجب السيطرة عليه وكأنه يكون تحت أمرة السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية. طب حماس إذا رفضت وقتها هذا القرار، طب معناها ستحمل وقتها مسؤولية الانقسام الفلسطيني. يعني واضح تماما أنه في ظل عدم الاتفاق على البرنامج السياسي وعلى برنامج وطني، هذه الأمور معرضة كليتها لأي هزة في المستقبل سوف تتم. فيما يتعلق بحركة فتح، حركة فتح بجوز يرجعوا يتفقوا لاحقا، كثير من الانقسامات صارت داخل حركة فتح وتم احتوائها لاحقا. يعني في بحكي انا بالتاريخ ايام ابو عمار، بس ابو عمار مش ابو مازن، هذا الفرق الكبير. يعني في فرق كبير بين شخصية أبو عمار وطريقة تعامله على الساحة الفلسطينية وبين شخصية أبو مازن. يعني لن أعود تاريخيا إلى لأننا نتحدث عن وحدة يمكن الصف الفلسطيني. أستاذ محمد اسمح لي فقط، بس معلش أعطيني ثانية صغيرة، بس دقيقة، نص دقيقة. يعني عن أي وحدة فلسطينية بدنا؟ عن وحدة فتح وحماس، يعني الشعبية والديمقراطية والى اخره عندهم برنامج ممكن للحديث معهم. بس طب لماذا فشلت محاولات القائمة الوطنية الموحدة برأيك؟ اي محاولة، اي قائمة وطنية موحدة؟ ما فيش قائمة وطنية موحدة، ما فيش قائمة، في حكومة وحدة وطنية ممكن تصير على الأرض لا، بس حماس كانت طارحة بقوة هذا الطرح يا أستاذ محمد، يعني حتى فتح كانت لن يتم مرفوض عنها. سيدتي مرفوض من الطرفين، لن يتم هذا لن يتم. صح صار الحكي فيه، ولكن تم رفضه من حركة فتح، تم رفضه وتم رفضه، في هناك أصوات بتناشد فيه بتطالب فيه، ولكن هذا الكلام حتى الآن مرفوض. يعني نحن نتمنى أن لا تصدق توقعاتك يا أستاذ محمد بوعاصي، ونحن دائما سننادي بهذه الوحدة ونرفع شعار الوحدة على أمل أن نصل إلى واقع معاش بفلسطين. نحن نأمل أن هذه التوقعات أن لا تحصل. أنا أكيد من صدق النية صحيح، ولكن نتحدث عن الواقع السياسي الآلي. ولكن ذكرت نقطة مهمة جدا بالمفارقات الحاصلة بالتدخلات الخارجية، إن كان الأوروبي أو التدخلات الإقليمية والعربية، ما الذي تريده هذه الدول؟ هذا سؤال رئيسي. يعني قبل الفاصل قلت سأطرحه عليك أستاذ عريب، ولكن اسمح لي لضيق الوقت سأحوله إلى ما بعد الفاصل، أو أحيله إلى ما بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير، من بعده نعود لاستكمال المسائية، لا تذهبوا بعيدا لو سمحتم.
من جديد أهلا بكم في المسائية. قالت الحكومة الإسرائيلية نصف الكلام، فأبلغت الاتحاد الأوروبي أنها لن تسمح بدخول مراقبين للإشراف على الانتخابات في القدس لتكشف فيها عن النصف الآخر منه، وهو أنه لا انتخابات في المدينة المقدسة. رد السلطة الفلسطينية كان واضحا على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، الذي قال أنه لا انتخابات من دون القدس وأنها شريك رئيسي في العملية الديمقراطية. وكذلك تطرق إلى وجود الكثير من السيناريوهات في حال منع الاحتلال إجراء الانتخابات فيها. لكن حركة حماس ليست مع تأجيل الانتخابات، مع تأكيدها أهمية إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة. هذا الكلام لعضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، الذي غرد قائلا: نرفض تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة، فنحن نريد تجسيد الإرادة الحرة للناخبين الفلسطينيين ولا لاستثناء المقدسيين من التصويت. إذن مشهد معقد تبدو عليه انتخابات الفلسطينيين المقررة بعد أقل من شهرين، وفي ظل انقسام داخل حركة فتح ورفض إسرائيلي لإجراء انتخابات فلسطينية في القدس، يبقى المشهد السياسي مفتوحا على جميع الاحتمالات. القراءة للزميل محمد بو عبد الله. إلى أين تتجه فتح بقوائمها الثلاث؟ تشهد على نفسها الحركة انقساما غير مسبوق، إذ يجد الناخب الفتحوي نفسه أمام تيارات ثلاثة لا قائمة موحدة يخوض كل منها معركته الانتخابية. ثلاثة يصنعون الحدث، إذ يتحالف القيادي الأسير مروان البرغوثي مع القيادي المفصول ناصر القدوة، فيكون لفتح قائمة جديدة إلى جانب قائمة أخرى يدعمها القيادي المفصول محمد دحلان المقيم في المنفى. للأخير خلاف كبير مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي تمثله القائمة الرسمية للحركة تتصدرها اللجنة المركزية. فما الذي عمق انقسامات الفتحاويين؟ وفقا للمعلومات المتداولة، يكون الخلاف بين البرغوثي وقيادة فتح حول شكل القائمة النهائية قد دفعه والقيادات المحسوبة عليه إلى تفاهمات مع القدوة بشأن قائمة موحدة ستضم قيادات تاريخية لحركة فتح. يثير الأمر تساؤلات أيضا حول الانتخابات الرئاسية. يبدو أن البرغوثي حصل على تأكيد دعم القدوة له في الترشح لرئاسة السلطة في انتخاباتها المقررة في أغسطس آب المقبل. وماذا عن تيار دحلان، ولا سيما أن لدى الأخير طموحا لم ينفه قبل أيام في أن يكون الرئيس المقبل، وقد سبق الحديث قبل أشهر عن سعي داعميه في الخارج للحلول مكان الرئيس الحالي محمود عباس. سابق لأوانه أيضا أمر الرئاسة، على الأقل في ظل تزايد احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية بمرسوم رئاسي، مع إصرار فلسطيني على أن تكون موحدة جامعة في القدس كما في الضفة والقطاع، ومعلوم رفض الإسرائيليين ذلك. قد يرى بعض المراقبين برغم ذلك أن انقسامات الفتحويين قد تكون السبب الرئيس للتأجيل الذي ترفضه حماس تحت أي ذريعة. لكن قرار التوجه نحو الانتخابات المقررة لم يقتصر على الحركتين، بل ثمة قوى سياسية فلسطينية أخرى لدى كل منها ما تقوله بشأن مسار انتخابي أجمعت عليه الفصائل في القاهرة لإصلاح ذات البين، وإن لم يؤيده بالمشاركة فصيل كحركة الجهاد الإسلامي. أستأنف الحوار من عمان معك أستاذ عريب الرنتاوي، قبل أن أطرح عليك السؤال يعني بتعليق على كلام السيد محمد أبو عاصي. لاحظت يعني من خلال الحركات الجسدية، وحاولت أكثر من مرة أن تتوقف فيما يتعلق بموضوع الوحدة التي نناشد بها دائما، وبطبيعة الحال نحن نتحدث عن شخصيات ثقيلة تخوض هذه غمار هذه الانتخابات. لا يمكن أن نتناسى التاريخ النضالي والكفاحي للأسير البرغوثي، وكذلك مكانة ودور الرئيس محمود عباس. إذا أردت أن تعقب على هذه النقطة من بعد أطرح عليك سؤال فيما يتعلق بتأثيرات الدول الإقليمية ودور الاتحاد الأوروبي في هذه الانتخابات. هو سيدتي يعني إحنا لا نتحاور نحن الثلاثة مع بعضنا البعض، نحن نخاطب جمهور، وفي ثلاث ملاحظات أرجو أن تكون واضحة للجمهور العريض لقناة الميادين. تفضل. الملاحظة الأولى أن القائمة المشتركة طرحت من فتح وحماس، من تيار داخل فتح وتيار داخل حماس، ورفضت من تيار داخل فتح ومن تيار داخل حماس، انتهت. إذا تأجلت الانتخابات يمكن أن تحظى بفرصة إضافية. الآن إذا جرت الانتخابات في موعدها هذا الملف أغلق، ملف القائمة المشتركة فتح وحماس. هذه أول نقطة. النقطة الثانية التشريعي وشروط الرباعية.
من قال أنه على من يشارك في الانتخابات يجب أن يقبل بشروط الرباعية الثلاثة اللي ذكرها سعيد عريقات قبل قليل؟ لا، هذه شروط ربما للمشاركة في الحكومة، أو الحكومة القادمة يجب أن تكون مقرة بالاتفاقيات المبرمة، نبذ العنف، الاعتراف بإسرائيل. حماس شاركت في التشريع ولم تعترف بشروط الرباعية، وهي تشارك الآن ولم تعترف بشروط الرباعية. فحتى نكون دقيقين في توصيف المسائل، ليس كل من يشارك في انتخابات التشريعي هو قابل بشروط الرباعية الثلاث. وإحنا لما نصحنا الإخوان في الجهاد الإسلامي أنه شاركوا في التشريع وما تشاركوش في الحكومة لعدم توريطهم بالاعتراف بشروط الرباعية الثلاث، أي نقطة ثانية. النقطة الثالثة موضوع المصالحة. من قال أن المصالحة ممكنة؟ ومن قال أن المصالحة نابعة من خلاف سياسي وبرنامجي بين الطرفين؟ في أزمة سلطة، أزمة تقاسم سلطة، أزمة صراع على السلطة بين الطرفين. كل موضوع المصالحة بما فيها حكومة الوفاق التي تم الاتفاق على تشكيلها بعد الانتخابات، ببساطة وفاء هي عبارة عن بناء سطح إضافي مشترك بين بنايتين منفصلتين ومستقلتين وبمدخلين مختلفين، غزة والضب في الغربية. هذا سيناريو كردستان سميته أنا عبر قناتكم في يوم من الأيام، سيناريو كردستان. أربيل لحال، السليمانية لحال، لكن برلمان الإقليم، حكومة الإقليم هي الطربوش اللي بيجمع كيانين شبه مستقلين. هذا أقصى ما كان ممكن تحقيقه، لأنه بصراحة في على جذع الانقسام المديد نمت مصالح عميقة متصارعة ومتضاربة، ليس من السهل تفكيكها. وما نضيع وقتنا بقصة والله جملة هون أو فقرة هون أو فاصلة هنا في بيان مشترك بصدر عن فتح وحماس. النقطة الملاحظة الأخيرة على تقريركم في الحقيقة، يعني تعبير المفصول عن الدحلان، دحلان محكوم ومطلوب بقضايا جنائية ولا يحق له المشاركة في الانتخابات لأنه محكوم عليه ولا يستطيع أن يستخرج شهادة لا حكم عليه. هي أول نقطة. النقطة الثانية المنفي، هو ليس منفيا، لأنه النفي بالغالب للمعارضين السياسيين في أنظمة استبدادية، هو هارب بهذا المعنى. فخلينا ندقق المفاهيم، لأن أنا من أول مداخلة قلت سياق دحلان غير سياق البرغوثي غير سياق القدوة. هنا بنحكي احنا عن ديفرسوار اماراتي خليجي اسرائيلي، سمي اللي بدك اياه، بس هون لا، بنحكي عن خلاف وعن صراعات حتى لو كان فيها طابع شخصي. ما كل الصراعات في العالم فيها طابع شخصي، وكل السياسيين في العالم لهم مطامع ومطامع، لكن في رؤى بتتباين بتتفق بتختلف وغير ذلك. فهذه ملاحظاتي الثلاث حبيت اوردها وأنا بانتظار سؤالك. يعني اللي قبل السؤال يا أستاذ عريب، ولكن فيما يتعلق بغزة، في سيناريو مطروح أن تجرى الانتخابات فقط بقطاع غزة، هل يمكن أن نذهب إلى هكذا سيناريو؟ ما مخاطر ذلك والعودة إلى المربع الأول أو إلى النقطة الصفر بترتيب البيت الداخل الفلسطيني يعني السيناريو الذي ذكرته؟ من يطرح سيناريو انتخابات في غزة يريد لإمارة غزة أن تكون بديلا عن الدولة الفلسطينية. هذا طرح مشبوه وغير مقبول على الإطلاق ولا بحال من الأحوال. الفلسطينيين أجمعوا، لا دولة في غزة ولا دولة من دون غزة. وبالتالي يعني الآن أي انتخابات في غزة دون الضفة الغربية من باب أولى أن نقول لا دولة في بدون الضفة الغربية ولا دولة في الضفة الغربية وحدها. لذلك هذا حكي أنا في رأيي يدخل في باب التهريج. طيب فيني أسأل سؤالي الآن الأساس. بس في نقطة مهمة اسمحي لي فيها، يعني لما بيطلع عزام الأحمد يقول لا انتخابات بدون القدس، وبيطلع موسى مرزوق يقول بدنا الانتخابات وموضوع القدس بنحله، يعني بدهم يجابوا على هذا السؤال. هلا النظام التمثيلي النسبي بيسمح بشق طرق التفافية حول الموضوع، بترشحي أهل القدس على القوائم، هي قوائم وطنية مش دوائر. هلا بتصفي المعضلة الجوهرية، الناخبون في القدس هل يصوتون داخل القدس
ولا بدهم يطلعوا برا القدس. يعني ما شاء الله استاذ عريب، بالملاحظات التي ذكرتها اخذت كل الوقت ولم يبقى لي سوى دقائق قليله. ساحيل يعني السؤال الذي كنت اود طرحه عليك الى الاستاذ سعيد عريقات. يعني اليوم ما نقلته نتحدث قناه كان استاذ سعيد، تقول يعني انه مراسل قناه كان للشؤون العربيه قال بيرجل عن الجنرال الاسبق عموس قلعاد، في قلق اسرائيلي مشترك مع مصر والاردن من فوز وامكانيه تفوق حماس الموحدة والمتماسكة على فتح. ما هو الدور لهذه الدول الإقليمية والعربية؟ يعني لا ننسى كذلك قطر وتركيا والدور الأوروبي. ما هي المحاصصات، الدور، الضغوط التي تمارسها ليست فقط على السلطة الفلسطينية بل على باقي الفصائل؟ بكل تأكيد أنا أعتقد علينا أن ننظر نظرة خلفية إلى التاريخ. مصر هي جزء من حصار غزة الذي استمر عبر 15 عام على الأقل. فإذا واضح تماما أن هذه القوى تماما مثل الإدارة الأمريكية، فهم يستنيرون بإرشادات الإدارة الأمريكية. هم لا يريدون أن يروا حماس تفوز كما فازت في السابق وأن يكون لها الوزن السياسي المؤثر في الأرض المحتلة، خاصة وأنها تتبنى برنامج الكفاح المسلح وبرنامج دحر الاحتلال. فإذا نعم هناك قلق وهناك خوف كما هو في الإدارة الأمريكية، وكما ذكرت لك قبل قليل الإدارة منذ مجيء بايدن وحتى اليوم أعربت، وأعرب لي بعض المسؤولين عن أنهم يخشون من هذه، يخافون من هذه الانتخابات لأنها قد تظهر مدى ضعف السلطة الفلسطينية ومدى ضعف حركة فتح ومدى قوة حماس وتماسكها. هناك نعم انقسامات كبيرة داخل حركة فتح، هناك تيارات مختلفة. علينا أن نتذكر فتح قبيلة، فتح قبيلة وليست الحزب السياسي المتماسك المتكون، وهذا هو تاريخها، هذا هو تراثها، هذه عمليتها الانتخابية عبر التاريخ. ما على الفلسطينيين أن يركزوا عليه، وأنا لست لا أقول أن القوائم هذه غير وطنية. نعم هؤلاء وطنيين ونضاليين ولديهم تاريخ طويل جدا لا غبار عليه، لا أشكك في ذلك. أنا أقول أن في النهاية، في نهاية المطاف الانتخابات هي من أجل شرعنة السلطة الفلسطينية، وشرعنة السلطة الفلسطينية يجب أن هذا كرت يعطيه للأسف يعطيه الغرب، تعطيه أمريكا، يعطيه الأوروبيين وإلى آخره، ولهم شروط، شروطهم بالقبول. طيب أستاذ سعيد، بتنا الآن أمام أزمة النظام السياسي إذا ما أجلت هذه الانتخابات، ما المخرج الملائم له؟ بكلمتين، أنا في تقديري أن على الفلسطينيين أن ينظروا إلى الخيارات، خاصة بالنسبة لانتخاب مجلس وطني فلسطيني يركزون على هذه القضية، إعادة ترميم إن شئت منظمة التحرير الفلسطينية، جعلها تمثل كافة القوى الفلسطينية بما فيها حماس، بما فيها الجهاد، بما فيها كل القوى، ومن ثم نخطو الخطوة التالية. طب ولكن بسؤال أخير أستاذ سعد عريقات، ما هو موقف الفصائل المشاركة إذا كان يعني أجلت هذه الانتخابات؟ ما سمعناها على يمكن وغرد به عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق في حركة حماس، هنالك رفض لتأجيل هذه الانتخابات، ودخلت حماس بهذا التوافق بمحادثات القاهرة وموقع بميثاق الشرف. يعني ما هي الخيار أمام باقي الفصائل؟ الخيار أمام باقي الفصائل، أنا عليها أن تتذكر أن إسرائيل ستنتظر حتى اللحظة الأخيرة وتقول مقولتها بالنسبة للقدس. هل ستتم الانتخابات دون مشاركة المقدسيين؟ هل ستقبل حماس بذلك؟ هل ستقبل باقي الفصائل بذلك؟ هذا السؤال المهم. ما هو أسلوب التعامل مع الناخب المقدسي؟ وكيف سيتم ضمان أن هذا المواطن الفلسطيني يشارك في أي عملية سياسية فلسطينية؟ سأختم معك سيد محمد أبو عاصي. أستاذ محمد، يعني ما بعرف إذا كان لديك حل، ما هو الحل؟ وإذا ما كان لديك حل بظل هذا المشهد السياسي المعقد الفلسطيني، أمنياتك يعني بالآخر؟ أنا أمنياتي أنه نتذكر، لا أول شيء بدي أعرف إذا عندك حل قبل الأمنيات. الحل إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وإعادة تفعيل منظمة التحرير مثل ما حكى الأخ سعيد عريقات، الاتفاق على برنامج حد أدنى فلسطيني، وإعادة توزيع الحصص. ولكن طبعا أنا متشائم جدا بهذا الموضوع، وهذا حل إذا حصل
ولكن للأسف الشديد يعني ما بعتقد أنه قريبا رح يتم، وإن تم لن يتم بالطريقة الموجودة. اللي أنا بالنسبة لأمنياتي، أمنياتي أنه نحن، وهذا الحكي يعني مثل ما حكى الأستاذ عريق، نحن ما بنتحاور، نحن بنحكي مع شعبنا أو بنتحاور لجمهور. أنا بتمنى من الشعب الفلسطيني أنه يتذكر أنه نحن لازلنا ثورة فلسطينية، لازلنا حركة تحرر وطني فلسطيني. لا صار عندنا دولة، الدولة اللي انعملت بالهوى هاي جابت لنا المصايب، المكاتب والفساد اللي صار والى اخره، ما كان ممكن يصير بثوره. هذا بصير شرك نصب لشعبنا الفلسطيني. ما بعتقد انه احنا يعني قادرين على تجاوزه، سواء عبر انتخابات او عبر حوار بهذه القيادات التافهه الموجوده. طيب. المطلوب انه نرجع نحن نتذكر انه احنا ثوره فلسطينيه، احنا ثوره على عاتقنا ازاله الاحتلال ومقاومه الاحتلال. أوسلو ما جاب لنا شيء، المفاوضات ما رح تجيب لنا شيء، المفروض انه نرجع نعيد حساباتنا من اول وبجديد بانتفاضه، بمظاهرات. يعني امس كان يوم الارض يا استاذ محمد ابو عاصي، يتفق عليها الشعب الفلسطيني، يوم الصمود الفلسطيني، يوم الحق الفلسطيني بهذه الارض، على امل ان يتحقق بذلك. نرى انه يوم الانقسام الفلسطيني للأسف، يوم الحق الفلسطيني أصبح اليوم يوم الانقسام الفلسطيني، للأسف، على أمل أن نصل إلى وحدة هذا الصف الفلسطيني واستعادة هذه الأراضي التي احتلت من قبل المحتل الإسرائيلي. أشكرك جزيل الشكر محمد أبو عاصم، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في بلغاريا، كنت معنا من صوفيا. الشكر موصول لك أستاذ سعيد عريقات، الخبير في الشؤون السياسية، كنت معنا من واشنطن. وأيضا شكرا جزيلا لك أستاذ عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، كنت معنا من عمان. ودائما الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة. للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر، يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت، الميادين.net، باللغتين العربية والإسبانية. المسائية انتهت، في أمان الله.